ما شاء الله تبارك الله، هذا المشروع الآن طبعا منتهي تماما، كثير من الشقق سكن فيها، طبعا سكيورتي 24 ساعة، وفي نادي رياضي وخدمات ومواقف تحت الأرض. ما شاء الله تبارك الله. هذا مدخل إحدى البنايات، كل بناية فيها مصعدين. بسم الله ما شاء الله. احنا الان في الطابق الخامس. هذه في درج، ودرج طوارئ هناك، وهنا في مصعد، وهذا مصعد. هذه الشقة، هذا مدخل الشقة ما شاء الله. في المدخل في دواليب في المدخل، على يسار الداخل طبعا في نظام يسمونه نظام ذكي او سمارت سيستم، وهذا الصالون ما شاء الله مساحته 8 في 4 ما شاء الله تبارك الله. ومعها بلكونة هنشوفها هنا مجاور للمطبخ، للصالون في مطبخ تقريبا مساحته حوالي 4 متر في 3 متر. هذه البلكونة ما شاء الله ممكن الوصول لها من المطبخ أو من الصالون. إطلالتها شرقية بجوار المجمع، هنا في مشروع مدرسة جميع المراحل من الحضانة أو عفوا من التمهيدي إلى الثانوية. ما شاء الله تبارك الله. بعد المطبخ هذا السيب المؤدي إلى غرف النوم، زي ما قلنا عندنا 3 غرف نوم، إحداهم ماستر. هذه الغرفة الأولى، هنا بيكون الدولاب، دولاب الملابس بيكون هنا على اليمين. المساحة الصافية هنا الغرفة هذه حوالي 3 متر في 1.5 متر، يعني هي تبدو مساحة صغيرة ولكن تكفي لشخص أو شخصين. مجاور لها أيضا غرفة عكسها تماما، أيضا الدولاب يكون هنا في المدخل، وهذه مساحة الغرفة مشابهة للغرفة الثانية، يعني تقريبا أيضا 2.5 متر في 3 متر. وبين الغرفتين في حمام، هذا الحمام بعدين في عندي هنا قبل الغرفة الرئيسية في غرفة غسيل ملابس ومستودع ومؤسس فيها غسالة الملابس. هنا غرفة النوم الرئيسية تقريبا مساحتها بالجزئية اللي هنا حوالي 6 متر في 3.5 متر، ومعها بلكونة، وفي هنا حمام خاص فيها، مرحاض ومغسلة والمروش. هنا بيكون في دواليب الملابس في المساحة اللي قبل الحمام، وهذه البلكونة نفس الإطلالة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.